بالنسبة عنا لأي مكلف يسلم حاله لمركز تجمع الحماية الذاتية، أول شيء بيتم تحويله لمكتب التبليغات والقانون لدراسة وضعه طبعا قانونيا، إن كان وحيد أو طالب أو متجاوز سن القانوني. طبعا على أساس ثبوتياته الشخصية يتم إخلاء سبيله أو تحويله إلى اللجنة الطبية. من قبل اللجنة الطبية يتم تحويله إلى مكتب الأرشيف إن كان جاهز للالتحاق بواجب دفاع ذاتي، أو إلى المجلس الطبي العسكري إن كان مريض. طبعا بالنسبة للي بيسلمون حالهم، طبعا بناس عدد ضخم جدا بالحملة، الدورة 40 هي اللي سلمت حالهم، طبعا تجاوز عددهم 600 شخص. نحن بنعاين كل مريض يجي لعنا على اساسه بخصوص ادويته، اذا كان يعاني من مرض او يعاني من اي شيء او اي مشكله، اذا كانت نفسيه او عصبيه او جسديه او حتى من اي مرض، نحيله على اللجنه. فيكون عندنا قلت لك العظميه، وعندنا الداخليه، الربو، خصوص امور العينيه، السمعيه، الاذن، جميع الامور هاي نكون ساق بدنيا. علي حسين محمد، والله جيت على دفاع ذاتي، اتطوع اخلص عسكريتي، دفاع ذاتي واجب علينا.